السلام عليكم يا حبيبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة يا رب. ان شاء الله النهاردة هنملح الزيتون التفاحي، وليمون ده كده سلقاه برضو هملحه، يعني بعد ما غسلته ونقحته بقى ايه يعني يوم كده عشان اي حاجة فيه تنزل. بعد ما نقحته رحت غسليه، بس ما بنقحوش على طول يعني كم يوم لا، عشان هاي يا حبيبي فضيته هنا عشان المصل ما توقعش التوابل. بسم الله الرحمن الرحيم. ده العصفور وده الكركم وحبه البركه وورق الرمل. بسم الله الرحمن الرحيم. والملح هدوبه ايه مع الميه، كوبايه ميه عليها معلقه ملح، وده الزيتون ده كيلو. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الميه كوبايه الميه عليها معلقه ملح وربع معلقه سكر عشان السكر بيحافظ عليه ويخليه كده ماسك نفسه ومقرمش كده، ما يبقاش طري مهري. كده حبايبي عبيت المية، يعني 4 كوبايات مية عليهم 4 معالق سكر، سوري 4 معالق ملح ومعلقة سكر، وحط بقى شوية زيت. بسم الله الرحمن الرحيم. نجيبوا كيسة نحطوها ونغطيها. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حبايبي ده ممكن يقعد من السنة للسنة، ولا متفتح ولا منقوح في مية ولا حاجة. كده نقفل عليه جامد. او كده حبايبي بعد ما عبينا الزيتون نحط الليمون. بصوا جامد ازاي. مش هحط له عصفر ولا حاجة. كده يا حبايبي المية يعني كوباية المية عليها ايه معلقة ملح وربع معلقة سكر. وبعد يا حبايبي ما عبينا الزيتون اهو بالخلطة بتاعته ورق الراولة وعصفر وحبة البركة اللهم صل على النبي والشطة، وده الليمون انا عملته بقى سادة، يعني لو حط شوية معلقة زيتون مع ليمونتين وكده هيبقى ايه اللي عايز ياكله بخلطة واللي عايز ياكل الليمون سادة. وجربوا كده وقولولي واشوفكم بخير، ولايك وشير كده حبايبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.